مرحبا، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير بديل زهر الليمون. عنا جزرة مبروشة، نص كوب مي، صبغة، 3 معالق طعام قطر. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله. اول شي بحط المي فوق الجزر وبسلقهم على الغاز حوالي 10 دقايق. بعد ما صارت المي بهيدا اللون اورنج وقلن 10 دقايق على الغاز، هلأ بصفيهم من المي. بعد ما صفيتهم من المي، هلأ بحط القطر بالطنجرة كمان، بحط صبغة بحركهم مع بعض، أكيد بحط الصبغة حسب الحاجة، بحط الجزر فوقهم وبحركهم كمان على الغاز. بس غلوا بهيدا الشكل بتركهم حوالي دقيقة لتنشف المي اللي فيهن، وبطفي الغاز وبتركهم على جنب ليبردوا. نشفت المي، هلأ بطفي الغاز. هولي بعد ما بردوا، هلأ بحطهم بالصحن أو بأي وعاء، وفيني حطهم بالبراد أقل شي 2 أسبوع واستعمل منهم. حط على الحلويات. هيدا الشكل النهائي. هولي بديل زهر الليمون اللي عملتهم أنا وياكم لجميع الحلويات بيستعملوا للزينة. بتمنى يلي بيحضر الفيديو يبعت تعليق إذا عجبته الطريقة أم لا، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجاي. باي باي.